السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة، كلكم عارفين موضوع المشاجرة أو الخناقة اللي حصلت بين أيتن عامر وزوجها جماعة أو طليقها السابق محمد عز العرب اللي شغال مدير تصوير. بصوا يا جماعة، اللي حصل بعد الخناق والضرب، وان هما راحوا وعملوا محاضر لبعضهم في اسم الشرطة، طلع والد محمد عز العرب وعمل اعتذار للفنانة ايتن عامر على اللي عملوا فيها طالقها محمد عز العرب. هقول لكم في عجالة اللي حصل ان الفنانة ايتن عامر كانت متجوزة هي مرة في حياتها، وما اتجوزتش ولا مرة غير من زوجها محمد عز العرب اللي هو شغال مدير تصوير. اتعرفت عليه اثناء ما كانت بتعمل مسلسل او فيلم وحبوا بعض، وبعد كده اتخطبوا في هدوء تام. اتجوزوا وخلفوا جماعة ايتن ويوسف. ايتن عندها 6 سنوات ويوسف عنده 7 سنوات، حاجة زي كده يعني. اتجوزوا وخلفوا اولاد، وبعديها بفترة جامدة قوي من قيمة 6 شهور بالظبط سمعنا عن موضوع الطلاق ما بينهم بعد قصة حب يا جماعة روميو وجولييت. لو اقول لكم روميو وجولييت حاجة اكتر. بعد كده سمعنا ان في مشاكل او انفصال، كانوا متكتمين على خبر الانفصال او خبر الطلاق، ودي حياتهم الشخصية وهم حرين. فجأة حد من المقربين طلع وقال ان فعلا الفنانة ايتن عامر اتطلقت من زوجها محمد عز العرب بالظبط كان من 6 شهور، وفعلا الطلاق تم بهدوء، وهي طلعت وكتبت احنا اتطلقنا بكل هدوء وحب وفي تفاهم ما بيننا، حتى احنا اصدقاء بعد الطلاق. فجأة كده امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي فجأة ضجت الدنيا بموضوع ان محمد عز العرب طليق ايتن عامر بعد 6 شهور من الطلاق، يروح يتهجم عليها في الكومباوند اللي قاعدة فيه في الشيخ زايد، يدخل عليها الفيلا بتاعتها يضربها هي ووالدتها اللي عندها 71 سنة، يتهجم عليها وضربها يا جماعة لدرجة ان الفنانة في المستشفى. يا جماعة في المستشفى من كتر الضرب اللي خدته، ضربها ضرب مبرح، ضربها وضرب امها اللي عندها 71 سنة، وكل ده بسبب ايه؟ كل ده بسبب ان هو كان رايح عايز ياخد ولاده منها بالعافية، او يشوف ولاده منها بالعافية. مع العلم يا جماعة طبعا هي بعد ما حصل ده كله وان هو اتهجم عليها وضربها وشتمها ومد ايده على امها اللي عندها 71 سنة، وحط ايتن عامر مكسرة في المستشفى من كتر الضرب اللي خدته منه، وضربها في الشارع وسحلها وشدها من شعرها، وكانت فضيحة في الكومباوند بتاعها اللي في الشيخ زايد، او الفيلا اللي في الكومباوند اللي في الشيخ زايد. فطبعا بعد ما حصل كده خد العيال وركب بهم العربية، بعد ما ضربها هي والدتها خد العيال وركب بهم العربية ومشي بالعربية، فالامن وقفوه بره مرضوش يخرجوه من باب الكومباوند لغاية ما الشرطة جت خدته، وتم تحرير محضر من الفنانة ايتن عامر لطليقها محمد عز العرب بسبب اللي عمله فيها، وان هو كان هيخطف اولادها. يا جماعة هو مفيش اب هيخطف اولاده، بس انت عايز تشوفهم بالادب والاحترام، ليه اخطفهم واضرب ست كبيرة عندها 71 سنة وتهجم على طليقتي؟ ما ينفعش، حاجة صعبة يعني. فتم القبض عليه وتعمل له محضر، وهناك الفنانة ايتن عامر سألوها في النيابة العامة، قالوا لها هل في ما بينكم قضية ضم اطفال او اي مشكلة او رافعين على بعض اي قواضي؟ قالت لهم لا، مع العلم ما فيش اي مشاكل ما بيننا، وكنا متفقين لما يحب يشوف الاولاد يجي يشوفهم عندي او ياخدهم، كنا متفقين في الحاجة دي. طب ايه اللي خلاه فجأة يتهجم عليها بالطريقة دي؟ او ايه اللي خلاها فجأة يروح يضربها؟ ومش هي بس، هي وامها يا جماعة، يعني حاجة صعب، وضرب ضرب يعني من زي ما بيقولوا كده من قلبه يحبه، يعني زي ما بيقولوا كده علقة موت، خدها علقة موت. طب ايه اللي ظهر فجأة او ايه اللي حصل ما بينهم؟ الله اعلم لغاية دلوقتي، هي ما ردتش وهو ما ردش. اللي طلع رد وعمل اعتذار رسمي للفنانة ايتن عامر بعد اللي حصل لها هي والدتها، هو والد محمد عز العرب طليق ايتن عامر. طلع وكتب ايتن عامر ام احفادي في مكان ابنتي،
لها كل التقدير والمحبة في كل الأحوال في زواجها وفي انفصالها عن ابني، ولا أقبل أي إساءة لها أو مساس باسمها أو بعائلتها الكريمة من أي طرف. يعني نزل اعتذار رسمي على صفحته الرسمية على الفيسبوك للفنانة أيتن عامر. الناس برضو اللي بتكذب وبتطلع تحرق دم وتقول الموضوع كذب في كذب، يا جماعة الموضوع موجود وخشوا ابحثوا. لو مش موجود، هل ممكن والد محمد عز العربي يطلع يعتذر لها اعتذار رسمي زي ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. والفنانة دلوقتي يا جماعة في المستشفى بسبب اللي حصل لها على ايد طليقها. لا حول ولا قوة الا بالله.